هاي بيستخدم 90% من البالغين بالعالم الكافيين. فنلندا تحتل المرتبة الأولى من ناحية الاستهلاك مع معدل 400 ميلي جرام بالنهار للشخص الواحد. تتبع السويد، دنمارك، نرويج، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، النمسا، سويسرا وفرنسا. الاعتدال باستخدام الكافيين هو بين 200 و 300 ميلي جرام بالنهار، وجرعات يلي بتتخطى ال 500 ميلي جرام بتسبب الأرق ودقات قلب سريعة، بينما حوالي 10 ل 20 جرام من الكافيين كافيين لقتل شخص. عدد من الأزهار بتضم نكتار بيحتوي على مستويات منخفضة من الكافيين، بيتعود عليها النحل وبيرجع لك الفترة. الكافيين بيساعد على تحسين الذاكرة طويلة الأمد عند النحل. العسكر خلال الحربين العالميتين كانوا يحتفظوا بالكافيين على شكل حبوب ليحاربوا التعب. مين قال إنه باك ألف كوفي كانتاتا يلي بتحكي عن عروس تتغنى بالقهوة بوقت كانوا النساء ممنوعين من شرب القهوة لاعتقادهم الخاطئ بارتباطها بالعقم؟ أنا قال بشوفكم بكرة.